أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وإن خروج الغزاة آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان وواحد أصيلة وارفة الظلال، يستظل تحتها كل الطيبين والشرفاء من الكويتيين وإخوانهم المقيمين، يعملون يدا واحدة من أجل الخير والبناء، مصداقا لقوله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Half of it.